بشكرك استاذ علي وبشكر فرقه الهياكل. شو هالشبيبه هالشو هال هودي شباب فعلا احفاد الخطيره مشايخ الدبكي ابو يحيى والله يرحم ابو ماجد وابو مصطفى، هودي كلهم احفادهم حقيقه يعني كفوين. انا شفت قد ايه رضال كانت متفاعله مع الدبكي ومع هيك خبطه الاجر على الارض، قد ايه حلو بتهز ميزه بخبطه الاجر صحيح. طب هلا مروقه؟ انا رايقه؟ شو مره كنت رايقه؟ لا لانه هلا في مواجهه، في حدا جاي يواجهك. يا هلا اكيد خسران، بدنا نشوف اذا حتكوني قدها. رح يطلع خسران اكيد. مين معنا؟ مساء الخير، اهلا وسهلا فيكي، معك وسام بعيدي. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من التقينا عند رابعه وبعدنا مع رابعه. مين وسام؟ قرر يلتقينا. لا ما هو زيته البروجرام لانه التقينا. مين وسام بعيدي؟ ما بتسمعي بهالاسم اكيد. لا اكيد. وين شو بيشتغل؟ نعم شو بيشتغل؟ انا اصلا كنت بعلم، بعمل عصي وبعلم. الله يلعن هالتلاميذ اللي طلعوا من عندنا. الله يخليكي. اول شيء بدنا نرحب فيكم، بدنا نرحب فيكم جميعا، بدنا نرحب فيكي ست نضال، وبدي رحب بست شذا واستاذ علي وبكل ضيوفك الجميع. السؤال الاول لك، بتعرف انه مستعجل رأي عندي بالهوا سوا، يعني ما فينا نتاخر كثير. السؤال الاول لك ست نضال، كم مشكل بتعملي بالتنكي؟ عفوا، كم مشكل بتعملي بالمقالي؟ بتحب الرجال انت؟ لا اكيد لا. ليه؟ بحب الرجال وبحب الستات وبحب المزوقين وبحب كل المهضومين. ست نضال، هذا السؤال تعلمته منك. كم مشكل بتعملي بالمقال؟ يعني اكيد قد ايه في ناس بينتقدوكي. تقرا انت يا استاذ، شو قلت لي اسمك؟ نعم وسام. وسام. وسام بعيدي. هلا اكيد حاطط هاوس سنتريت مشان ما اقلب ونط، وخافت كمان ما تضربيني بالطابه، هلا بعد شوي راح اف لانه مره كلت قتلي منك بالطابه. ست نضال، شو رايك بالسهره فوق؟ وين؟ اكيد مع وسام بالهوا سوا. ما بشوف، ما بعرف شيء. ما بتعرفي انت وما بطيقك. ميرسي، انا بدي اتشكر. وما بحترم اسئلتك ابدا، وانت حدا غدار، وهي مش من اصول المهنه. المهني المحترف يحترم ضيفه، لانه نحن عرب لما حدا بيدخل على دارنا بنحطه على راسنا، مش بنغدر فيه. صح صح. الحمد لله اللي جيت تواجهني لاقبرك. زقفي لست نضال. شرب الاكلات طنطوشي ها؟ ما فسوا لسه الشرب المقص. لان البرنامج اللي عم تحكي عنه كنت انا المنتج تبعه، الشركه المنتجه تبعه. ايه بس حرام، لسه الشرب اللي عن جد مقصوا وقتها تعدى علي وبس. مش ست نضال. السؤال الثاني، انت اهضم بكثير من هيداك اللي اسمه وسام. عن جد؟ شو اسمك؟ انا؟ وسام. هلا بعد شوي بخبرك تحت الهواء. ست نضال، لا عيشي بنطاق الجرس، بالاول تلفزيون الجرس وهلا مجله الجرس، شو تارك الجرس اثر بحياتك؟ هو بالاول مجله الجرس. نعم. التلفزيون كان مرور تجربه ما نجحت. جرس هو مدرسي. نعم. وانا عندي علاقه خبريه كبيره مع حكيت لما كان يرن الجرس، كنا جايين من الكويت، وقصة طويلة. جرس الكنيسة بحبه كتير. وجرس رفيق علي أحمد. يا حياتي جرس المدرسة يا حياتي، بس ما طقته أبدا، عم بيلعب دور بيا لصباح هيك. وجرس الحب أبدا دق شي ست نضال. جرس الحب دق شي كتير، إن شاء الله بيضل يدق تيضل قلبك عمران. ست نضال مش غلط، إذا ست نضال بالإذن منك. كل شي منك غلط. ميرسي ست نضال، انا بدي اتشكر. بدي اضربه. ست نضال بالاسم منك لزميلي رابعه، اذا كنت شخصيا معي بالهوا سوا وكان في على شمالك هيفا ونانسي واليسا وعلى يمينك اصاله، انت من فوق مين بتكبي بالاول؟ بكبك لهلا. ست نضال شفتيني مربط، ما في حدا ولو انا الليدر، معقول تكبيني من فوق؟ يعني انا مش ستيلي بكب حدا. نعم. لا بتكبي مقالات، انا هيك بلغي بلغي حدا. تلغي حدا؟ ايه بقلمي. طيب ومين فينا نعرف؟ انه طبيعي يعني اللي لازم تنلغى، انه ما تكون على الساحه الغنائيه، فيها تكون رقاصه، فيها تكون بكباريه، بس مش تغني، عيب. مين هي؟ ما بعرف. اكيد أنا... مش اليسا ومش نانسي ومش اصاله. نعم. فالرابعه ما بنعرفها. اوكي، يعني مش هيفا. اوكي، ست نضال مش غلط. بعد كل خناقه مع فنان شو بتعملي؟ انا ما بتخانق مع حدا، بس اذا اتصل فيي مثلا. نعم. بسمعه، بسكر التليفون وبكفي الشغل، او بعمل ميك اب وبظهر او
يعني قصدك انه هن بيفتروا عليك؟ في عقل ضيق، في نعم. عقل ضيق ما بيتقبل الرأي الآخر، وبدهم يتدربوا وبدأوا يتدربوا على فكرة، في عدد كبير بدأ يفهم شو يعني نقد، شو يعني الرأي الآخر، كان الكل معتبرهم نجوم بالسماء، مصدقين نعم. حالهم. أسلوبي جديد يعني من 20 سنة لهلأ تدربوا طبعا، وأنا نجم كمان طلعت لفوق للعائلة كمان ايه. آخر مؤخرا ايه. طيب إذا افترضنا بالإذن منك ومش غلط، إذا اتخلفنا أنا والزميل الواعدة رابعة، مين بتنشري قبل؟ شو يعني الواعدة؟ الواعدة إنه معني يعني ميرسي لإلك بس ليه واعدة حبيبي؟ الله يخليكي، واعدة وبتوفي يا ست رابعة. مين بتنشري قبل؟ موعودة، موعودة مش واعدة. ست رابعة، ست ستات و الله يخليكي، ماضي وحاضر ومستقبل لأنه واضح. إنه غلط لنا باسمك أنت منشور خلقة. طيب لا انشريني، بشو بتنشريني؟ بالمنشار، بالسكين، بشو بتنشريني؟ لا عنا منشار ولا عنا سكين. تنشرينا بالكلمة الحلوة ست نضال. ما بتستاهل. الله يخليك. ما فيك تغريني ولا بشي. شكرا ست نضال. بس حرام انت ليه عامل حرب حالك؟ شو بدي اعمل الليلة؟ فرض علي شو بدي اعمل؟ حقيقي. مش غلط، ميرسي على ثقتك ست نضال، بس بدي اشكرك ست رابعة. وبشكر ست فيني نضال. بوسك انت ما ذنبك، بس طيب شو بدي اعمل؟ مش غلط انك تفل هلا مثلا. مش غلط، شو مش غلط؟ هيدي عم تجرحي لي شعوري. مش غلط يعني انه اخذت محلي يعني جورج، لو سمحت جورج خوري. انا بدي اعتذر وبدي انسحب من الحلقه. جورج بيكون أنا احسن بحبك. شكرا جورج، انا بحبك تقبرني. خليني هيك يا ست نضال، انا بدي اشكرك. خليك جورج كثير، كل يوم جايكي بشخصيه، لاحق بكره على البيت على الجريده. انا بدي استاذن منكم. ميرسي لك جورج. مش غلط، يعطيكم العافيه. مش غلط انك فليت، تحيه للزميل وسام بريدي اكيد يعني. في بس قول شغله انا هون ايه، لانه دقرت كثير. لا لا، بس انه ما في يكون شاهد زور على الخبريه. ما بدي دافع عن وسام، وكمان ما في يكون ضد مدام نضال. بالنهايه هو صحافي، يمكن عمل شغله مثل ما هو صحافي. اعلامي؟ لا ولا اعلامي، ومذيع واقل وما بيعرف حد سؤال. لا يا جماعه لا، يعني هي تسميات، هي كلها تسميات. لا عم بحكي جد، وحيات ابني عم بحكي جد. بس انت كتبت انه زميل وسام بريدي بحضر كثير منيح لحلقته، واجى لعندك حضر معك كثير منيح. الاعلامي ما بقل، المذيع ما بحضر، المذيع بقل اخر لحظه. بل شهرين يحضر، كان عم يخدعني. طب معناتها اعلامي كان عم يخدعني. انا اعلامي بيبحث وبفتش حياتي، ما عمل اللي حضره، كان عم يلعب انه عم يدرس عن عاصر رحباني، تاريخه، شو الحكي اللي بده ينحكى بالذكرى ال 24. مظبوط. قلت له لا، هلا عم بحضر له، هو عم بحضر لي ضرب. عيب. كرمال ما نستغيب وسام، لانه exactly. وسام زميل انا يعني شخصيا بحترمه وبعزه، هو زميل وانا عم اشتغل له برنامج جديد. ولنرجع الجو مثل ما كان. شادى حسون. مثل الحسون بدل هلا تغني لنا. مثل الحسون. حياتي تقوم.
زياد الرحباني. الله. انا شايفه استاذ علي قديش انبسط واستمتع. احساسها حلو. احساسها حلو وقراراتها حلوه وصوتها دافي. صوت بعد ديفي. شوي بدنا نسمعك انت وهيها ولورا. مصره لانه طبعا لورا قاعده مثل تلميذ المدرسه اليوم. انا معها في امر فينا فوت كنا نعمل كورال هلا كلنا كورال يعني معهم كورال بس خلونا سوا هلا بنشوف شيء هيك قضيه اجتماعيه موجوده بالبرنامج كل مره بنحكي عن شيء ست نضال وبنعلق عليه نسمع اراء. انا ما عادش بدي احكي شيء عم مشاكل كثير الليل. ما انت شو بنعمل كل ما تحكي بدك تعملي مشاكل بتعملي مشاكل. عملي شويه يوجا بهدا. ما بدنا اياك تهدي بدنا اياك هيك سوا بنشوف هالتقرير وبنعلق عليه. مع صدور كل عمل درامي بيتناول سيرة شخصية لعالم من أعلام الوطن العربي بتعلى الأصوات وبتدج المحاكم بالقضايا والنقد الفني بيتأرجح بتصنيف هالأعمال بين التبجيل المصطنع أو تشويه تاريخ الشخصية. آخر هالأعمال مسلسل الشحرورة واللي بدأت الاحتجاجات حوله حتى قبل صدور المسلسل ومعه عم نشهد ظاهرة جديدة بتهديد بعض الشخصيات برفع دعاوى قضائية إذا تم ذكرهم بالمسلسل. وإذا كانت الدراما هدف تكريم هالشخصيات من خلال تخليد قصتهم فضرورات الدراما عم تدفع الكتاب لتعديل بعض الأحداث والشخصيات بالمسلسل لحد بيتهم البعض بالتشويه. نضال شهدنا بالعالم العربي عدة مسلسلات أم كلثوم أسمهان شحرورة صباح في حضرة الغياب محمود درويش كل مسلسل انعمل عن شخصية عامة أثار الجدل من عدا أم كلثوم. أم كلثوم لا قالوا أسطروها عملوها أسطورة عندها كتير أخطاء بس ما عن أخطاء ما في شيء أنه كان في نقد على انه مش ممكن تكون ملك هالقد. بس في عائلة محمد القصبجي اعترضت عائلة الملحن محمد القصبجي اعترضوا قانونا اعترضوا ما بعرف اذا رفعوا دعوة بس انه بالاعلام لانه اعتبروا انه صورته كثير كاريكاتورية كانت بال بحق له يعني بحق له الشخص او يعني ما بحق لها لست صباح ترفع دعوة مثلا اذا في شيء ما عجبها بالمسلسل. ايه بس هي كل شيء عجبها حياتي لهيك ما بترفع دعوة لأن كل اللي قبضته هن يعني 10 قروش يعني انا مستغربه انه كيف قبلت بمبلغ قليل وهانت حالها هالقد وهانت كل رموز البلد من صحفيين لفنانين وما فيش حدا غير بحبها. يعني مثلا اذا بدي اعطيكي مثل عسر الرحباني قالت لي ومسجل هيدا الكلام قالت لي كذابين رح يذكروه بالمسلسل انه لحقنا على مصر. قلت لها ايه قالت لي مش مظبوط هيداك الشيء. قلت لها وقف المشهد شفناه عم يركض وراها بمصر مغروم فيها بس ومثل المجذوب مبين يعني هيدا العبقري بس ما في شيء قانوني لانه مغيرين له اسمه. هيدا احتيال نو الاحتيال اسمه احتيال او قانونيا في شيء ثاني اذا مغيرين له اسمه. ما اسمه عاصر رحباني. هلا انا عرفت انه احتيال او للضرورات الدراما عملوا عاصر سبليني يعني غيروا العائله. انا عرفت انه مستنين على القصه بال لما صباح قالت قصتها هي للفيوتشر صورتها مستندين على اللي خبرته صباح للفيوتشر. ايه مظبوط يعني مستندين بكل شيء حسب هن رتب انه قالوا هيك وبعدين كتبوا بعدين ساعتها بكون الفيوتشر يمكن هن غيروا له اسمه لعاصي مثل ما عملوا معك مش يعني عاصي سبليني مش عاصي رحباني. جود وان بس بدي اقول بهالمحل شيء بالقانون التلميح اقوى من التصريح. هيدا شيء قانوني يعني اذا لمحت عن فلان مثل لما بيكتبوا اسرار الصحفيين اذا بالتلميح في شيء بيوضح انه فلان يعاقب الصحافي وهذا بينطبق على الدراما.